بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة الصف التاسع. اليوم بإذن الله تعالى سوف نقوم بعرض إجابات تمارين الوحدة الثالثة في لمادة الكيمياء، طبعا في كتاب النشاط وكتاب الطالب وأيضا حل أوراق العمل. العنوان الوحدة الثالثة هي الجدول الدوري. هنا طبعا مصطلحات علمية على الطالب أن يحفظها ويهتم بها، تعريف العنصر والجدول الدوري والمجموعة وكذلك الدورة. إذن هذه مهمة على الطالب أن يحفظ هذه المعاني. نأتي الآن إلى الدرس الأول، الدورات الأربع الأولى. هنا نريد أن استخدم معلوماتك لإكمال الجمل الآتية عن طريق ملء الفراغات بالكلمات المناسبة. نريد أن نكمل الفراغات. نأتي الآن إلى عرض الإجابات. لاحظوا هنا، واحد، السؤال الأول: يتم تنظيم العناصر في الجدول الدوري بالطريقة نفسها التي تملأ بها الإلكترونات مستويات الطاقة، ويبدأ ملء مستويات الطاقة من اليسار إلى اليمين عبر كل من الدورات في الجدول الدوري. أيضا يتم ملء مستوى الطاقة الأول ابتداء من الهيدروجين وصولا إلى الهيليوم. يتم ملء مستوى الطاقة الثاني ابتداء من الليثيوم وصولا إلى النيون. يمكن ملء مستوى الطاقة الثالث بثمانية إلكترونات ابتداء من الصوديوم وصولا إلى الأرجون. ويبدأ ملء مستوى الطاقة الرابع ابتداء من عنصر البوتاسيوم. نأتي الآن إلى السؤال الثاني. يظهر الرسم أدناه الجزء العلوي من الجدول الدوري. إذن هذا الجزء العلوي من الجدول الدوري مع تحديد بعض العناصر المختارة. استخدم رموز العناصر المبينة أعلاه لتجيب عن الأسئلة الآتية. هذه هي رموز العناصر أمامنا. نأتي إلى السؤال الأول. ألف: أي عنصرين هما من الفلزات الانتقالية؟ الإجابة هي الكروم والنحاس. السؤال التالي: أي عنصر يكون مستوى الطاقة الخارجي لذرته مستقرا بإلكترونين فقط؟ الإجابة هي الهيليوم. السؤال التالي: أي عنصر لديه أربعة إلكترونات؟ إذن أربعة إلكترونات في مستوى الطاقة الخارجي لذرته. الإجابة الكربون. السؤال التالي: أي العناصر هي غازات نبيلة؟ الإجابة الهيليوم والنيون والكريبتون. السؤال ها: أي عنصر له التركيب الإلكتروني الآتي 2 8 8 2؟ الإجابة هي عنصر الكالسيوم. نأتي إلى الدرس الثاني، أنماط دورية في خصائص العناصر. هنا تعد درجة الانصهار واحد من الخصائص الفيزيائية التي تظهر تغيرا دوريا مرتبطا بالجدول الدوري. يوضح التمثيل البياني أدناه درجات انصهار، إذن يوضح درجات انصهار العناصر في الدورتين الثانية والثالثة مقابل الأعداد الذرية لكل عنصر. إذن ننظر هنا درجة الانصهار هنا بالسلسيوس، وهنا أيضا العدد الذري. الآن سؤال ألف: أكمل المربعات في التمثيل البياني السابق بكتابة ماذا؟ الرمز الكيميائي للعنصر أو عدده الذري؟ نأتي إلى الإجابة هنا. لاحظوا هنا الجدول تم الإكمال. هنا كانت عندنا ناقصة، مثلا هنا لاحظوا المربعات هذه الفارغة كلها، وهنا أيضا تم إكمال هذه، ترونها أمامكم. إذا هذه أربعة، هنا خمسة سي، فتم إكمال هذا الجدول. نأتي إلى السؤال باء. السؤال باء: أي عنصرين لهما أعلى درجتي انصهار؟ العنصران هما الكربون وكذلك البورون. السؤال جيم: ما المجموعتان اللتان ينتمي إليهما العنصران في الجزئية باء؟ يعني العنصران وهما الكربون والبورون ينتميان إلى المجموعة سي والمجموعة أيضا بي. السؤال دال: تظهر عناصر المجموعة الواحدة في الجدول الدوري تدرجا واضحا. تظهر عناصر المجموعة الواحدة في الجدول الدوري تدرجا واحدا في خصائصها الفيزيائية. إذا يوجد تشابه في الخصائص الفيزيائية كلما انتقلنا من أعلى إلى أسفل، وهذا ينطبق على العناصر الصلبة
الآتية في المجموعة السادسة، إذن هذه من المجموعة السادسة. املأ الفراغ في الجدول باستخدام القيم الآتية. لاحظوا هنا عندنا الأرقام 685 4.79 450. نريد أن نكمل هذا الجدول. هنا عندنا أيضا اسم العنصر، وهنا الكبريت والسيلينيوم والتيلوريوم. نريد أن نكتب الكثافة ودرجة الانصهار ودرجة الغليان، هي كما نرى. لاحظوا هذا الإجابة الأولى 4.79، وهنا 450، وكذلك هنا درجة الغليان 685. الآن هنا نأتي إلى أوراق العمل. ورقة العمل الأولى هذه تقوم بحلها عزيزي مع المعلم. نأتي إلى ورقة العمل الثانية. الأنماط في الجدول الدوري، أكمل الجمل والرسم التوضيحي أدناه. نريد أن نكمل هذه الفراغات. نبدأ الآن. يبحث العلماء في الأنماط عن الأنماط في البيانات التي يقومون بجمعها تاريخيا، عندما قام العلماء بترتيب العناصر المعروفة وفقا لازدياد قيم الكتل الذرية النسبية. وجدوا أن هناك نمطا متكررا، وظهرت هذه الأنماط بوضوح عندما تم ترتيب العناصر في جدول يسمى كل صنف أفقي في الجدول دورة، فتكون الفلزات إلى اليسار واللا فلزات إلى اليمين. تتكون الأعمدة الرأسية في الجدول من عناصر ذات خصائص متماثلة. في الإصدارات الحديثة للجدول الدوري تتوزع العناصر وفقا لازدياد قيم الأعداد الذرية، و تكمل الكلمات في الرسم التوضيحي. لاحظوا مجموعة عموديا وأفقيا. نلاحظ هنا هذه عموديا وهذه أفقيا، هذه عمودي وهذه أفقي. الآن نرى هنا السؤال الثاني. نأتي إلى السؤال الثاني. أكمل المعلومات أدناه حول عناصر المجموعة الأولى الفلزات القلوية. الآن هنا لاحظوا تكون لامعة، إذا الإجابة تكون لينة أو طرية، لأنك تستطيع قطعها بسكين. تكون ماذا؟ تكون لامعة أو براقة، لامعة أو براقة، لكن فقط بعد قطعها مباشرة، وتصبح هنا باهتة، تصبح باهتة إذا تركت في الهواء الرطب. ويزداد النشاط الكيميائي لهذه الفلزات عند الانتقال من أعلى المجموعة إلى أسفلها. الآن السؤال الثالث. أكمل الجدول الآتي. هنا عندنا مثلا اسم العنصر، الهالوجين، الرمز الكيميائي والحالة الفيزيائية وصيغة المركب مع البوتاسيوم والتركيب الإلكتروني. هذه هي الإجابة، وهذا إكمال الجدول أعزائي الطلبة، الجدول الذي بيناه قبل قليل. نأتي إلى السؤال الرابع. يبين الرسم التخطيطي أدناه شكلا حلزونيا جديدا للجدول الدوري. وضعت العناصر الخمسة الأولى لك. لاحظوا هذه العناصر الخمسة موضوعة هنا في الجدول. الآن ما هو المطلوب؟ أكمل الرسم التخطيطي عبر كتابة الرموز والأعداد الذرية للعناصر وصولا إلى العنصر ذي العدد الذري 20. الآن نرى الإجابة. هذه هي التكملة. هنا عناصر انتقالية، الفلزات القلوية والغازات النبيلة، فكما نشاهد هذه هي إجابة السؤال الرابع. نأتي إلى باء. حدد على الرسم الفلزات القلوية والغازات النبيلة. تم التحديد، هذه القلوية وهذه النبيلة. جيم. وسع الرسم التخطيطي مقترحا كيف يمكن إدراج الفلزات الانتقالية. هنا تم إدراج الفلزات الانتقالية، هذه الفلزات الانتقالية بعد التوسع. لاحظ هنا وصلنا إلى 20، وبعد ذلك تم التوسع حتى وصل هنا إلى 30. الآن ورقة العمل الثالثة، جدول دوري بكلمات متقاطعة. الآن هذه سوف نكمل لكم أعزائي الجدول هذا. لاحظوا هنا أنا عضو في عائلة الهالوجينات وأملك العدد الذري 53. هذه هي الإجابة، يود كما نلاحظ هنا، يود. رقم 2
أنا فلز سائل عند درجة حرارة الغرفة، والفضة السائلة هو اسمي القديم. الإجابة هي زئبق. زئبق. سؤال ثالث، أنا عضو في عائلة الكربون، وغالبا ما يعتقدون خطأ بأنني موجود في القلم الذي تستخدمه للرسم. هذه هي إجابة ثلاثة، وهي الرصاص. رابعا، أنا ثاني أكثر العناصر وفرة في القشرة الأرضية، وأملك 14 نيوترونا سيليكون. هذه هي الإجابة، سيليكون. خمسة، لدي 20 نيوترونا، وأوجد في أسنانك وعظامك، هو الكالسيوم. هنا سادسا، أشكل 78% من الهواء الجاف، وأمثل أول حرف من سماد NPK. هذه هي الإجابة، نيتروجين. سابعا، أنا فلز من الفلزات القلوية الترابية، وأتوهج بشدة عند الاحتراق. هذه هي الإجابة، سبعة. نلاحظ هنا، هذه هي الإجابة، هنا يوجد حرفان مفقودان. ثمانية، أملك عددا ذريا يساوي 79. ثمانية، ذهب. وبعد ذلك، تساوي الكتلة الذرية النسبية التي أملكها 35.5. كلور، الكلور. بعد ذلك، أنا رأس المجموعة الرابعة، وأعرف باسم أساس الحياة. 10. هنا 10، هذه عفوا 10. هنا أنا رأس المجموعة الرابعة، وأعرف باسم أساس الحياة. هذه 10، هنا كربون. وأيضا أعزائي الطلبة، بإمكانكم إكمال باقي الإجابات كما نلاحظ. مثلا هنا، مثلا 22، وهنا مثلا 24، هنا 20، 2 مثلا تمت الإجابة عنها، وهكذا مثلا 18 إلى الأعلى. فهذه إجابة باقي الجدول. نأتي إلى السؤال التالي، طبعا هذا عموديا إلى 12 أفقيا، ثم تبدأ بالشكل العمودي لغاية 25. أنا فلز أملك 28 إلكترونا، 25، هذه مثلا 25، 24، 25 نيكل بشكل عمودي. وأمامكم أعزائي الطلبة باقي الإجابات. الآن ورقة العمل التالية، الجدول الدوري للعناصر. هنا مثلا عندنا مجموعة من المعادن، وهنا الجدول الدوري. ارجع الآن إلى الجدول الدوري أعلاه، هل ارتكبت أي أخطاء؟ صححها وراجع عملك. إذا إجابة، عليك أن تقوم بالشيء عينه، وهو وضع العناصر. الآن هنا نرى الإجابة. إذا هنا ناقش في الصف توزيع العناصر في الجدول الدوري وفقا لازدياد قيمة الكتلة الذرية. السؤال الثاني الآن، لاحظ موقع الهيدروجين في الجدول، اذكر سببا واحدا يبرر وضعه ضمن المجموعة الأولى، كما يبين هذا الجدول، ثم أعطي سببا واحدا يفرض عدم وضعه ضمن تلك المجموعة. الإجابة هي سبب وضع الهيدروجين في أعلى المجموعة هو قدرة الهيدروجين على تكوين أيون موجب ذي شحنة أحادية. السؤال الثالث هنا، انظروا إلى هذا الجدول، ترد فيما يلي بعض العناصر في الجدول الدوري مع أعدادها الذرية. الآن اكتب رمز العنصر لمثال واحد فقط على كل مما يلي. فلز، الفلز هو، اكتب أي واحدة من هذه العناصر. وب، غاز، غاز، تكتب أي واحد من هذه العناصر. ثم جيم، عنصر انتقالي، تكتب أي واحدة من هذه العناصر. السؤال الرابع، ابحث عن Cl الكلور في الجدول السابق، إلى أي مجموعة ينتمي الكلور؟ إلى أي مجموعة؟ إلى المجموعة هذه،
ثم بعد ذلك إلى أي دورة ينتمي، إلى أي دورة ثالثة، وكم مستوى طاقة يملك، كم مستوى طاقة يملك، ثلاثة، وكم إلكترونا يمتلك في مستوى الطاقة الخارجي، سبعة. السؤال الخامس: ما المقصود بالعدد الذري؟ ما معنى العدد الذري؟ ماذا نقصد به؟ العدد الذري هو عدد البروتونات في نواة الذرة، وهو أيضا عدد الإلكترونات الموجودة في ذرة متعادلة غير مشحونة، ويدل على موقع العنصر في الجدول الدوري. السؤال السادس: ما الاسم الذي يطلق على عناصر المجموعة هذه؟ الغازات النبيلة. ب: عندما كان مندليف يعد مقترحاته الأولى للجدول الدوري، لم يكن قد تم اكتشاف العناصر في المجموعة هذه التي أمامنا، اقترح سببا يشرح ذلك. نقول: الغازات النبيلة خاملة للغاية، وبالتالي لا نجدها في مركبات طبيعية، ويصعب العثور عليها، وتوجد فقط بكميات صغيرة جدا. نأتي إلى ورقة العمل الخامسة، وهي أنماط التدرج في الجدول الدوري. هنا لاحظوا هذا الشكل، يظهر الدورتين الثالثة والرابعة. ما التدرج الذي تلاحظه في طبيعة العناصر عند الانتقال عبر الدورة الثالثة من AR إلى NA؟ هناك تدرج عبر الدورة الثالثة من الخصائص الفلزية إلى الخصائص اللافلزية. هل تلاحظ التدرج نفسه تماما في الدورة الرابعة من الـ KR إلى الـ K؟ ليس بالضبط، ولكن التدرج يتكرر بشكل عام، ويحدث التغير من الفلز إلى اللافلز أكثر من اليمين بين الجرمانيوم والزرنيخ. صف التدرج في طبيعة العناصر عند الانتقال من الأعلى إلى الأسفل. تتدرج من طبيعة لا فلزية إلى طبيعة فلزية، مرورا بطبيعة شبه فلزية، نأتي الآن إلى ورقة العمل السادسة الدورة الثالثة. إذا يوضح الجدول أدناه عناصر الدورة الثالثة من الجدول الدوري. انظروا إلى هذه العناصر والأرقام الذرية والرموز. كم مستوى طاقة يوجد في الدورة الثالثة؟ ثلاثة. السؤال ب: النيون هو العنصر الذي يمتلك العدد الذري 10. اشرح بالاستناد إلى التركيب الإلكتروني لماذا تبدأ دورة جديدة بعد النيون؟ نقول: يمكن لمستوى الطاقة الثاني أن يحتوي على 8 إلكترونات فقط كحد أقصى، لذا على الإلكترون التالي أن يذهب إلى مستوى الطاقة الثالث، وبالتالي تبدأ دورة جديدة في الجدول. السؤال الثاني: ما العناصر الفلزية الثلاثة التي تقع في الدورة الثالثة؟ هي الصوديوم والمغنيسيوم والألومنيوم، وهذه رموزها. ب: ما التدرج الذي تلاحظه على الخصائص الفلزية عند التحرك عبر الدورة؟ الخصائص هي: يكون التدرج عند الانتقال عبر الدورة من الفلزات إلى اللافلزات. ثالثا: يقع الأكسجين في المجموعة VI، ماذا تستنتج من ذلك عن عدد إلكترونات مستوى الطاقة الخارجي لذرة الأكسجين؟ يحتوي الأكسجين على 6 إلكترونات في مستوى الطاقة الخارجي، حيث إن رقم المجموعة يساوي عدد الإلكترونات في مستوى الطاقة الخارجي. الآن نأتي إلى ورقة العمل السابعة عناصر وسط الجدول الدوري. يظهر الجزء أدناه الجزء العلوي من الجدول الدوري، حيث تعرض العناصر مع أعدادها الذرية. إذن هنا نرى العناصر والأعداد الذرية. السؤال الأول: ما الاسم الذي يطلق على صف العناصر التي تتراوح أعدادها الذرية بين 21 و30 في الجدول الدوري؟ ماذا يطلق عليها؟ نقول: يطلق عليها العناصر الانتقالية. ب: هل تنتمي تلك العناصر إلى الفلزات أم اللافلزات؟ إلى الفلزات. جيم: إلى أي عنصر يشير كل من الرموز الآتية؟ هذه الرموز، وانظروا إلى العناصر بالترتيب أعزائي الطلبة: Fe حديد، و Cu نحاس، Zn خرصين، Mn منغنيز، و V فيناديوم. السؤال الثاني:
ترد فيما يلي خصائص يتميز بها عنصران من الجدول الدوري، العنصر ودرجة الانصهار هنا ودرجة الغليان والكثافة النسبية. لاحظوا طبعا العنصر A والعنصر B، أي العنصرين يقع ضمن العناصر التي تتراوح أعدادها الذرية بين 21 و 31؟ الإجابة هي A، هذا هو العنصر A. ب، ماذا تسمى مجموعة الفلزات التي ينتمي إليها العنصر A؟ تسمى بالعناصر الانتقالية. جيم، بالاعتماد على معلوماتك عن الخصائص الموجودة في الجدول، اقترح إن كانت العناصر المشابهة لـ A أو B أكثر ملائمة لصنع غلاية ما، برر إجابتك. نقول عناصر مثل A قد تكون أكثر ملائمة لأن A يمتلك درجة انصهار مرتفعة، وقد لا تكون عناصر مثل B ملائمة لأنها ستنصهر بسهولة. د، يطلق على العنصر رقم 22 اسم التيتانيوم، بالاعتماد على موقعه في الجدول الدوري توقع ثلاثة خصائص، نريد أن نعرف ثلاثة خصائص يتميز بها هذا العنصر، ضع علامة إكس في المربع المناسب لكل زوج من الاحتمالات حول كل خاصية من الخصائص الواردة في القائمة. هل هو طري مثلا صلد، يمكن سحبه على هيئة أسلاك، ينكسر عند سحبه، يملك سطحا باهتا ولا يمكن صقله، ويمتلك سطحا لامعا ويمكن صقله؟ هذه هي الإجابة أعزائي الطلبة. هنا هو يعتبر صلد، يمكن سحبه على هيئة أسلاك، ويملك سطحا لامعا ويمكن صقله. إذا صلد هذه هنا، ويملك سطحا ناعما يمكن صقله، إذا هذه وهذه، بالإضافة إلى أنه يمكن سحبه على هيئة أسلاك، يمكن سحبه على هيئة أسلاك. الآن نأتي إلى أسئلتي بعد انتهينا من أوراق العمل، هل أسئلة كتاب الطالب؟ نلاحظ هنا، نأتي الآن إلى أسئلة كتاب الطالب. هنا الأسئلة الأول، ما الخصائص المشتركة بين جميع الفلزات؟ ما هي الخصائص المشتركة؟ نقول الفلزات هي مواد صلبة عند درجة حرارة الغرفة، وهي مرنة قابلة للتشكيل وقابلة للطرق والسحب، وموصلة جيدة للحرارة وللكهرباء، وأيضا لامعة. هذه الخصائص تشترك بها جميع الفلزات. السؤال التالي، كم عنصرا في الدورة الأولى؟ كم عنصر في الدورة الأولى؟ عنصران. السؤال الثالث، صنف الخصائص الآتي وفق الجدول من عمودين، فلزات ولا فلزات. هذه الخصائص الآن سوف نرى ترتيبها، هنا الفلزات، وهذه اللافلز، قابل للطرق والتحويل إلى صفائح، يصدر رنينا عند طرقه، موصل للحرارة وموصل للكهرباء. أما اللافلز يعتبر مادة عازلة وله سطح باهت اللون. نأتي إلى الأسئلة التالية الآن، السؤال الرابع، ما وجه الشبه بين التركيب الإلكتروني لذرات الغازات النبيلة مستوى طاقة خارجي ممتلئ بالإلكترونات، يعني تركيب مستقر. خامسا، ما التغير الذي يحدث في نوع العنصر عندما نتجه عبر الدورة الواحدة من اليسار إلى اليمين؟ الإجابة تتدرج من الفلزات إلى اللافلزات من دون الرجوع إلى الجدول الدوري. حدد الدورة والمجموعة للعنصر الذي ذي التركيب الإلكتروني التالي، 2 8 8 1، الدورة الرابعة والمجموعة الأولى. اكتب التركيب الإلكتروني للعنصر الموجود في الدورة الثالثة والمجموعة ذي، هذه هي 2 8 5. صنف عنصري الجزئيتين أعلاه ألف وباء كفلزات أو لا فلزات. نقول ألف تعتبر فلز وباء لا فلز. الآن نأتي إلى أسئلة نهاية الوحدة، أكمل الجمل الآتية المتعلقة بالجدول الدوري مستخدما الكلمات في القائمة، مستخدما الكلمات في القائمة. لاحظ هنا الجدول الدوري والإلكترونات فلزات المجموعة اليمنى، هذه هي الإجابة. الجدول الدوري
عبارة عن قائمة تضم كل العناصر الكيميائية مرتبة وفقا لازدياد أعدادها الذرية. تقع العناصر الرئيسة ذات الخصائص المتشابهة في المجموعة نفسها، ويكون رقم المجموعة مساويا لعدد الإلكترونات الموجودة في مستوى الطاقة الخارجي للذرة. معظم العناصر عبارة عن فلزات، وهي تشغل الجهة اليسرى والسفلى من الجدول الدوري. تشغل اللا فلزات الجهة اليمنى والعليا من الجدول الدوري. الآن السؤال الثاني: يحتوي الجدول الآتي على التراكيب الإلكترونية لبعض الذرات الموضحة بالرموز الافتراضية. لاحظوا هنا العنصر A B C D E، وهنا التركيب الإلكتروني. الآن أذكر الرمز المناسب لكل مما يلي: عنصر من المجموعة الأولى، عنصر من المجموعة الأولى هو C. الآن عنصران من الدورة نفسها C و A من نفس الدورة، E و B من نفس الدورة. عنصران فلزيان، عنصران فلزيان C و D. ثلاثة عناصر لا فلزية A و B و E. وهنا عنصر خامل، عنصر خامل هو A. السؤال الثالث: اكتب المصطلحات التالية وطابقها مع تعريفاتها. نريد أن نوصل مثلا الجدول الدوري ما هو تعريفه: الفلزات، اللافلزات، المجموعة، وكذلك الدورة. هذه هي التعريفات. الجدول الدوري طريقة لتصنيف العناصر، طريقة لتصنيف العناصر. هذه هي الجدول الدوري. الآن السؤال التالي: الفلزات توجد هذه العناصر إلى يسار ووسط الجدول الدوري، وتكون لامعة وموصلة للكهرباء. هذه هي الإجابة. السؤال التالي: اللافلزات توجد في هذه العناصر إلى يمين وأعلى الجدول الدوري، وتكون عازلة للكهرباء. تكون عازلة للكهرباء، هذه الإجابة. والمجموعة هي عمود في الجدول الدوري، عمود في الجدول الدوري. والدورة هي صف أفقي في الجدول الدوري. نأتي الآن إلى السؤال التالي: 4، يوضح الشكل أدناه صفا أفقيا من الجدول الدوري. هذه العناصر هنا، ما رقم الدورة التي ينتمي إليها هذا الصف في الجدول الدوري؟ رقمها 2. الآن أجب عن الأسئلة الآتية مستخدما فقط العناصر الواردة في الصف الأفقي أعلى، يعني من هنا سوف نجيب على من هنا. الإجابة تكون: يمكنك استخدام العنصر مرة واحدة أو أكثر من مرة، وقد لا تستخدمه على الإطلاق. سمي العنصر الذي ينتمي إلى مجموعة الهالوجينات. العنصر هو الفلور. الآن اكتب رموز العناصر الفلزية الواردة في هذا الصف. الرموز هي Be و Li. جيم، ما وجه الشبه في التركيب الإلكتروني لهذه العناصر؟ يحتوي مستوى الطاقة الإلكتروني الأول لذرات هذه العناصر جميعا على إلكترونين اثنين، وهو ممتلئ كليا. وتمتلك ذرات هذه العناصر جميعا على مستويي طاقة إلكترونيين يحتويان على إلكترونات. سؤال خامس: يمتلك عنصر البوتاسيوم كي عددا ذريا يساوي 19. ارسم مستخدما الشكل المقابل التركيب الإلكتروني الكامل لذرة البوتاسيوم. هذا هو الرسم كما نلاحظه. الآن حدد رقم الدورة التي ينتمي إليها هذا العنصر. رقم الدورة هو 4. أيضا اشرح كيف يمكنك بالاعتماد على التركيب الإلكتروني لهذا العنصر تحديد المجموعة التي ينتمي إليها في الجدول الدوري. جيم، نقول رقم المجموعة يساوي عدد إلكترونات مستوى الطاقة الخارجي. السؤال السادس: حدد من الدو من دو من دون الرجوع إلى الجدول الدوري المجموعة والدورة للذرات ذات التركيب الإلكتروني الآتي: ألف 282 وباء 286 وجيم 23. هذه هي الإجابة: ألف باء وجيم. إجابة ألف وباء وجيم. السؤال السابع: اكتب التركيب الإلكتروني لكل من عنصر في المجموعة الثانية والدورة الرابعة. هذا هو التوزيع: 2 8 8 2. أما غاز نبيل في الدورة الثانية، هذا هو 2 8. السؤال الثامن: بالعودة إلى الجدول الدوري، سمي كل من العناصر المذكورة في السؤالين 6 و7 واكتب رمزه، ثم صنف تلك العناصر كفلزات ولا فلزات. 8. إذا نقول مثلا هنا على سبيل المثال، هنا عندنا
المغنيسيوم ام جي فلز، الكبريت اس لا فلز، البورون بي لا فلز، الكالسيوم سي اي فلز، والنيون ان اي لا فلز. 9 ايهما اكثر اهميه بعد تحديد مجموعه عنصر ما، خصائص العنصر ام تركيبه الالكتروني؟ وفسر الاجابه. نقول هنا ايضا هذه تابعة للسؤال السابع. السؤال التاسع الآن، تم بناء الجدول الدوري للعناصر استنادا إلى الخصائص ولم يكن الترتيب الإلكتروني معروفا. السؤال العاشر، اكتب من دون الرجوع إلى الجدول الدوري التركيب الإلكتروني الخارجي لعنصر من المجموعة VII والدورة الثانية، وحدد طبيعته فلزي أو لا فلزي أو شبه فلزي، واذكر اسم المجموعة التي ينتمي إليها. هذه هي التركيب 2-7، عنصر لا فلزي ينتمي إلى عائلة الهالوجينات. السؤال الحادي عشر، اكتب من دون الرجوع إلى الجدول الدوري التركيب الإلكتروني الخارجي، إذا إجابة هذا السؤال، ثم بعد ذلك نحدد هل هو، اذكر خاصية فيزيائية له وأخرى كيميائية. التركيب 2-8-8 ينتمي إلى عائلة الغازات النبيلة ويوجد في الحالة الغازية وهو خامل كيميائيا. هذه حالة فيزيائية وهذه حالة كيميائية. وبهذا أعزائي الطلبة نكون قد وصلنا إلى نهاية حل تمارين الوحدة الثالثة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.